بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. السلام عليكم مشاهدي قناة معلومات عنا. ها نحن في أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، تلك الأيام المفترجة بروحانيتها وبلياليها المباركة، خاصة ليلة القدر، ليلة من أعظم ليالي الشهر الكريم، ليلة أجرها عند الله عظيم، تقع في عشر الأواخر من شهر رمضان في الليالي الفردية. لهذا فواجبنا أن نجتهد قدر المستطاع في العشر الأواخر وخاصة في الليالي الفردية، منها تحسبا بأن تكون إحداها هي ليلة القدر دون أن نلاحظ. فمن المستحب في هذه الليلة الإكثار من الصلاة والذكر والقرآن والتسبيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي السيدة عائشة بقول هذا الدعاء عند إدراكها تلك الليلة المباركة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وبعد معرفة بعضها من روحانيات تلك الليلة المباركة، إليك سبع علامات صحيحة عن تلك الليلة. ليلة فردية من إحدى ليالي العشر الأواخر في رمضان، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تتميز بأنها ليلة معتدلة، فهي بليلة باردة ولا حارة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة. تطلع الشمس صباح اليوم الذي يليها بيضاء باردة من دون شعاع، وذلك لحديث رسول الله: هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في الصبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، ليلة لا يرى فيها نجم ولا تهب فيها رياح ولا سحاب ولا أمطار، كما ورد في الحديث الشريف: ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. يشعر المسلم في هذه الليلة بالسكينة وقد سكنت روحه، وبالطمأنينة في قلبه وبالانشراح في صدره، تصفد الشياطين لتصبح ليلة روحانية خالصة، وكأن النور ينبثق بين ثناياها والمسك يتطاير فيها. كيف لا وفي هذه الليلة أنزل أعظم كتاب وفيه ملائكة ذاكرة لربنا في كل ركن، والمساجد تصدح بالذكر والتلاوة والتسبيح. كثرة الملائكة في ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رواه ابن خزيمة وحسن إسناده الألباني. والآن بعد أن قدمنا لك تلك العلامات السبع، نرجو أن نكون قد وفينا في تقديم معلومات كافية عن تلك الليلة المباركة، جعله الله في ميزان حسناتكم.